الأمريكان ورئيسهم والبريطانيين ومن والاهم والصهاينة ربيبة ومصنع الكيان. الله أكبر. لو أذن الله لنا يا أمة محمد سيقول حتى الحجر يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعال وقع مسك ونحن نقطعها. والله لا نقطعها أيها اليهود. الله أكبر. الله أكبر. أوباما خلاص بيقولوا حيشيل علامة دوامة دخلنا فيها من زمان وياما سكتنا قلنا خلاص يلا يلا بالسلامة فرشوا له الأرض ورد وطيروا له كم حمامة ويلا هب مصر أحلى أوسع ابتسامة الناس قاعدة في سكوت ولا أحداد الكرامة هص هص بس بس أوباما على المنص بيقول كلام جميل يلا يا باشا رص وبدأ الكلام بالتحية والسلام سلام عليكم يا عرب يا أحسن الأنام أنا جاي أضحك عليكم وأقول نفس الكلام هعيد أنا التاريخ زي ما عملوا زمان رومان وخصوص تطار صهينة أمريكان لا ده وقت الدراع ولا السلاح كمان حالتي دلوقتي وحشة ولازم أكون جبان هنصب عليكم تاني ما نسيدي المكان سطور عريضة أوامر جديدة أحلام بعيدة أحلام سعيدة لكن الواقع مشؤوم كده صحيان ونوم ما تشينيش هموم ده أنا واحد من كام مليون سطور عريضة أوامر جديدة أحلام بعيدة أحلام سعيدة لكن الواقع مشؤوم كده صحيان ونوم ما تشينيش هموم ده أنا واحد من كام مليون أوباما خلاص بيقولوا حيشيل علامة دوامة دخلنا فيها من زمان وياما سكتنا قلنا خلاص يلا يلا بالسلامة فرشوا له الأرض ورد وطيروا له كم حمامة 2008 كان بيخاطف اليهود 30 مليار دولار تبنوا بيهم جنود وكانت سطور واضحة مليانة بالعهود بس اوصل للرياسة وانا بحماسة شوت ازاي اصدق واحد على كل لون يكون دلوقتي يكون معايا بكرة عدو اكون يا عم سيبنا قولها ولو بعديها موت يمين شمال حمود بدل ما طقم السكوت القدس عربية وغزة عربية الضفة عربية وحيفة عربية فعار عليك يا عربي توافق بالهوان وتجيب امور حياتك من ايدين الامريكان سطور عريضة اوامر جديدة احلام بعيدة احلام سعيدة لكن الواقع مشؤوم كده صحيان ونوم ما تشيلنيش هموم ده انا واحد من كام مليون سطور عريضة اوامر جديدة احلام بعيدة احلام سعيدة لكن الواقع مشؤوم كده صحيان ونوم ما تشيلنيش هموم ده انا واحد من كام مليون